كامل التحيه لحضراتكم مشاهدي الكرام. هذه الايام وهذا اليوم وما سبقه وما سياتي بعده سيكون الحديث عن انتصارات اكتوبر، الحديث عن الجيش المصري، الحديث عن مواجهه بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي، كيف لاسرائيل بعد الغلبه ان غلبت بعد ان قامت باحتلال الاراضي المصريه، استطاع الجيش المصري واستطاعت القوات المصريه ومن خلفها الشعب المصري ان ينقل هذا الشعب هذه النقله، ما وصلنا إليه بعد هذه النقلة وما يستحق أن نصل إليه بعد هذه النقلة، كيف كان الدعم العربي، لماذا تدهور التعاون العربي منذ هذه الحرب التي مثلت نقطة أو قمة الذروة في التعاون والتآلف العربي إلى هذا الانحدار والتفكك في العلاقات العربية العربية إلا القليل. أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الاستثنائية، نتمنى أن تكون كذلك. سنحاول فيها أن نحلل لماذا تدهورت العلاقات العربية، تغيرت الخريطة العربية، لماذا أصبح الاتهام هو السمة أو القاسم المشترك بين الدول العربية. باسم حضراتكم أحيي ضيفي اللواء أركان حرب عبد الرافع درويش المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا بك ست. أهلا بك يا فندم. ست اللواء، إحنا مجبرين على أن نحلل مجموعة من النقاط. أولها، كيف استطاع الجيش المصري أن ينتصر، وهذه قد تعلمناه وقد نحتاج إلى التكرار. لماذا تحول الشعب المصري من هذا الشعب الذي وقف بجانب الجيش أو كان هو والجيش يمثل شعب استطاع بهذه التكوينة أن يهزم هذه الدولة وهي إسرائيل، ولماذا بنفس التركيبة هذا الشعب استطاع أن يصل بمصر إلى هذا المستوى؟ هذا التحول النفسي والفكري والعقائدي، العقيدي لا أتحدث عن المستوى الديني، ولكن من خلال ما يصل إليك كمواطن من مدخلات تتعلق بأمنك وتتعلق بقوميتك وتتعلق بدولتك، كل هذه المكونات كيف وصلت بنا إلى ما وصلنا إليه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بأحيي شهداء القوات المسلحة، بأحيي شهداء الثورة، وأحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله، ونذكرهم بكل الخير في هذا اليوم اللي احنا مفروض بنفرح بيه قوي، لأن ده ذكرى انتصار 40، يعني الذكرى الـ40 على انتصارنا على إسرائيل التي كانت لا تقهر وكانت تسمى الذراع العسكري الطويل الذي يطول أي هدف في الدول العربية ويطول أي شيء في الدول العربية وعاوز يضربه بيعمله. بدء زي بدء التكوينة بتاعت حرب 73 كان في حاجة اسمها يعني القيادة والقدوة. لما جه جمال عبد الناصر حصل 67، حصل ان هو تنحى. لما تنحى يوم 9 و10 الشعب خرج، ما طالبش جمال عبد الناصر بالرجوع، طالبه بالحرب. قال له هنحارب، كان النداء هنحارب، ما كانش النداء ارجع، ما كانش النداء ارجع للكرسي، قال هنحارب. يعني انت بتقول ان احنا في نكسه وفي هزيمه، لا احنا هنحارب، احنا معاك هنحارب. بس كانوا مرتبطين قوي بجمال عبد الناصر لانه كان الكاريزما بتاعته كزعيم عربي موجود، حط الدوله المصريه في وضع معين بالنسبه للدول العربيه، فكانت القائده والرائده. فكان وتناسوا خطأه في اختيار قائدته اللي ادوا الى هزيمتنا في 67. ده مش مشكله، لان كل قائد له اخطائه وكل انسان له اخطائه. لكن ألزموه هنا بالحرب، وألزموه بأننا هنحارب وهناخد طارنا من إسرائيل. كان عندنا هنا أبطال موجودين في 67 دول اتناسوا تماما. كان عندنا بطل في القوات الجوية اسمه الفريق أول مذكور أبو العز، اتناسى برضه. ده بعد 34 يوم من النكسة قمنا بضربة بضربات جوية يوم 14 و15 يوليو 67، 34 يوم على الهزيمة. كانت نتيجتها إن هم حكموا في تل أبيب وحكموا عليه بالإعدام لأنه مجرم حرب، لأن احنا خسرناهم أفراد كتير جدا، لأن كان الأوامر كانت لينا من قائد القوات الجوية في هذا الوقت الفريق أول مذكور أبو العز تضرب أفراد، لأن خسارته في الأفراد هي اللي بتوجعه مش خسارته في المعدات. وخسر أفراد كتيرة وانسحبوا لغاية العريش، بس ما كانش عندنا الجيش الذي يكفي للعبور تاني إلى سيناء. دي نقطة مهمة جدا ونقطة فصيلة في القوات الجوية. في بعد كده معارك كبيرة جدا تانية. يا فندم قبل حديثي عن المعارك اسمح لي أن أعود أذكر بصيغة سؤالي، يمكن الخطأ خطأ لي، أن أنا لا ما أطلت في تقدمتي لهذا السؤال. التحول في الشعوب، أنت تحولت من عسكري إلى مدني تمارس العمل الحزبي في هذا التوقيت. الشعب تحول من فترة تاريخية كان فيها الشعب هو السيد إلى مرحلة أخرى يقال فيها أن الشعب هو السيد ولكنه ليس السيد. هذا التحول الذي حدث في مصر في هذا التوقيت على مر هذا التاريخ الطويل، كيف تفسره؟ كيف تفسره حتى نتلافى هذا الخطأ، هذا الشحذ
هذه الهمة لهذا الفطور والاستسلام والانتظار؟ هو اللي حصل بعد حرب 73 ان احنا بعد الانتصار ده كله كان في مطالبة من الشعوب العربية بانها تقف وتستمر في الوقوف جنب مصر، لان مصر قاست كتير، دفعت فلوس كتير جدا، دفعت مجهود كبير جدا، دفعت 120 الف شهيد من افراد من الشعب، فكان المفروض الدول العربية تقف جنبها. فبدأت الدول العربية تتأفف من هذا التعاون وتبدأ تسأل انتوا بتودوا فلوسنا فين؟ هل الفلوس انتوا بتشتروا بيها سلاح ولا هل الفلوس انتوا بتاكلوا بيها؟ بدأت يبقى في منا يعني بيمنوا علينا بين المساعدات اللي كانت بتقعد. دي طبعا كرامة المصري وكرامة أنور السادات وكرامتنا كمصريين ما كانتش بتقبل ده. بعد كده عمل سياسة الانفتاح، وسياسة الانفتاح كان بقى دخل لنا كل حاجة ما كناش نعرفها قبل كده، يعني الانفتاح ده ما كناش نعرفه قبل كده. فدخلت لنا بقى البضائع الامريكيه، دخلت امريكا ودخل الكلام ده كله، والسيطره الجويه السيطره الامريكيه على مقدرات مصر، واصبح بقينا تابعين لامريكا ولسنا اصدقاء، بقينا تابعين ليها. هي بتقول ايه واحنا بننفذ. دي مشكله شعب ولا مشكله قيادات؟ لا دي مشكله قياده. طيب الشعب الذي ادى الى تحوله هل هي القيادات؟ طبعا. ازاي انت في بيت حضرتك بتمشي بسياسة معينة البيت كله بيمشي عليها تقريبا. فانت الرمز وانت القدوة، لان القائد قدوة. فلما تكون القائد بيتكلم في اتجاهات اخرى فالناس بتتبعه، فبدأوا يبصوا على الانفتاح مين بقى ياخد اكتر، البضائع المستوردة. حضرتك بتتكلم بعد فترة حرب 73، لغاية حرب 73 كان في تضامن عربي كامل، ويعني كان لا ننسى موقف السعودية كان موقفها كبير جدا، الشيخ زايد رحمه الله. طيب اسمح لي بسيادة اللواء، اتفضل. نفس التغير او ذات التغير الذي طرأ على الشعب المصري هو ذات التغير الذي طرأ على الشعوب العربية هو ذات التغير الذي طرأ على نفس القيادات التي تحكم هذه الشعوب، بمعنى اننا من حالة من التوحد بين قوسين الى هذه الحاله من التشتت والتشرذم قياديا وشعبيا، سواء على المستوى المصري او المستوى العربي. لا المستوى المصري كان هل نفس الاسباب اللي ادت لمصر او للشعب المصري بهذا هي التي ادت الى الشعوب العربيه ان تصل الى ما وصلت اليه؟ لا، احنا كان عندنا حاجه اكتر شويه. احنا عندنا اتفتح الخليج، الناس بدات تروح تشتغل في الخليج وفي العراق والكلام ده كله، فبقى عندنا حاجتين: اب مش موجود، ام هي اللي بتربي اطفال سمو الكي كيدز او اطفال المفاتيح. فلا اب موجود ولا ام موجوده، واصبح المفتاح هو اللي في ايد الولد. فاللي بيحكمه في تربيته الفيديو اللي بيتفرج عليه والتلفزيون اللي بيتفرج عليه، ما بقاش فيه القدوه. يعني كنا بنبص الاب بيعمل ايه وبنقلده بالظبط، الام بتعمل ايه وبنقلدها بالظبط. العمليه دي بدات الناس تجري على القرش وعايزه توسع المقدرات بتاعتها، لان احنا عايشنا في فتره حرمان كبيره جدا لحد 73. طبعا مع حضرتك يعني اسف ما كنتش موجود في هذا العصر، فاحنا كنا موجودين ما كناش لاقيين ناكل، يعني حتى اللحمه اللي كان بتجي لنا كان بتجي لنا في كراتين ما تقدرش تشم ريحتها، حاجات مستورده. احنا يعني في واحد اسمه كان توفيق عبد الحي، توفيق عبد الحي ده اكلنا طيور الجرحى على انها طيور حاجات مستورده. البولوبيف كان بتاع اكل القطط واكل الكلاب كلناه. فكل ده بس كان قصادنا هدف واحد. ايه الهدف الواحد؟ ان احنا نحرر الارض ونحرر العرض ونرد ونسترد كرامتنا. بعد ما استردينا كرامتنا بدأت الناس تدور على ارزاقها، وما بقاش في حاجة تربطها تاني. اي بلد ما فيهاش هدف قومي ولا هدف استراتيجي والناس تتلم عليه، او مشروع وطني الناس تتلم عليه، يعني المشروع بتاع السد العالي كل شعب مصر كان فيه اتلموا فيه لانه مشروع صح. كنا فندم قديما حين يتم الحديث عن الولايات المتحدة نقول ان الولايات المتحدة تستهوي صناعة الاعداء، لم نكن ندرك بعمق ما هو ميزة ان تصنع عدو، أن يلتف الشعب حول هدف واحد حتى وإن كان محاربة عدو. تمام. مصر منذ فترة طويلة لم تستطع أن تصنع كما صنعت في حرب أكتوبر هدف أو مشروع أو عدو تستطيع أن تحاربه أو تتغلب عليه حتى وإن كان داخليا. لماذا لم يظهر على السطح هذا المشروع؟ هل نوعية القادة التي حكمت مصر لم تكن تدرك أهمية أن يوجد مشروع قومي يلتف الشعب حوله؟ طبعا. طب هل حضرتك تشرح لي بالتفصيل؟ انا بتهم القياده السابقه اللي هي حسني مبارك واللي كانوا معاه، بتهمهم بده، لان هم كانوا برضو بيطمنوا الشعب ان في عندنا فلوس وعندنا ميزانيات. الميزانيات دي كانت كلها بتيجي من بيع اراضي، بيع اراضي الدوله. المستثمرين بييجوا يشتروا اراضي الدوله بياخدوا الفلوس دي يسدد بيها العجز بتاع الموازنه. هو ده اللي كانت المصيبه بتاعتنا، مفيش انتاج. احنا دلوقتي بنستورد كل حاجه، حتى بنستورد فلوس رمضان من الصين. مصر بتعمل ايه؟ احنا كنا سنه 65 كان عندنا طيارتين انتجناهم، طيارتين، طياره اسمها حلوان 300 وطياره اسمها حلوان 200.
حلوان 200 دي طائرة تدريب، وحلوان 300 دي كانت مقاتلة، احنا كنا بنعملها احنا والهند. ولما حصل